بذرة الحقيقة. السباق النهائي من بطولة كأس الريح قد بدا. هيا جين أسرع. مايكل تستطيع الفوز. سينا لا أتأتين معي؟ ما الذي يحدث؟ من؟ انظري من؟ مر وقت طويل على رؤيتك أيتها الأميرة. إيزابيل أحضرتها إلى هنا لأنها وعدتني ألا تمسك بسوء، فما رأيك؟ ماذا تفعلين هنا؟ أتيت من أجل أن أعرف بنفسي الحقيقة الكاملة، حقيقة هروبك من قلعة المملكة وحقيقة اختفاء الفارس الأسطوري كايت. لدي طريقة ستجعلني أعرف الحقيقة الكاملة. وما الطريقة؟ دراكا سيخبرنا بكل الحقيقة في حال عادت له ذاكرته. تعود له ذاكرته؟ الآن لك الكرة النارية. لن يفيدك ذلك. الأنفاس المظلمة. لهذا أحضرت معي شيئاً خاصاً. داخل البندقية توجد بذرة الحقيقة، وإذا أطلقتها على دراكا سيستعيد ذاكرته وسيكشف لنا الحقيقة كاملة. فيها بذرة الحقيقة؟ أجل. هذه ذعابة جديدة؟ الجليد الكريستالي. لم يؤثر فيه أبدا. يجب أن أحصل على رؤية واضحة لإطلاق البذرة على دراكا. أفضل وقت للإطلاق بعد السباق. جين استفد من الرياح. صحيح، فكرة جيدة، فهذه أول مرة لفيتيل هنا. هيا أنصت لهمس جنية السماء. فكرة جيدة. راكا الرياح. هل تقول الرياح؟ إنه يستقرئ الرياح. لا أصدق هذا. يا لها من خدعة قديمة. انزلوا الموت. دراكا تباً، إنه قوي جداً. لن نحتاج للتطور مع هذا السباق الضعيف. هيا أسرع، لن نستطيع الانتظار لأن دراكا ربما لن ينجو بعد الآن. ربما يجب علينا الإطلاق خلال السباق. لكن هذا سيفسد السباق. إذا عادت له ذاكرته سيخبرنا عن ماضيه السابق مع كايت، وهكذا سنكتشف حقيقة اختفاء كايت. سيستعيد ذاكرته وسيخبرنا الحقيقة. لن تستطيع الإطلاق ويدك مصابة. ولكن ماذا سأفعل؟ أنا سأطلق. كوبي دعي الأمر لي. يجب أن أعترف، لن أستطيع الفوز عليه بمفردي. إذن هيا لنعمل كفريق واحد ولنهزمه معا. ليس بهذه السرعة. الأنفاس المظلمة. حسنا ليو، إلى التحول مجددا. آه.
تحولا مع بعضهما. يا له من تحول غريب. بدأت التسلية. تحول الميجارون. أيها الغبيان، الظلام المتفجر. والآن النار الملتهية. تحول وحش مع آخر صعب جداً، لكنهما منسجمان تماماً ويقاتلان بقوة. هل انتهينا منه؟ لقد تحسن أداؤكما، لذا سأريكما الآن قوة التطور زد. التطور زد داركن. الجيجارويد؟ هذا لا يصدق. إياك أن تيأس. أهجم دراكا. ماذا؟ ألا تريان أن قوتي تفوقكما؟ إنه ليس أقوى من قوتنا وحسب، بل أقوى بأضعاف المرات. إنها فرصتنا لنطلق عليه بسرعة. حالما تنكشف الحقيقة لن يكون عليك أن تهربي بعد الآن، فجلالة والديك ينتظران عودتك بفارغ الصبر. من لا يريدان ذلك؟ ماذا تعني؟ ما تقولينه غير صحيح، وهما لن يقولا ذلك. كيف حال جلالته هذا اليوم؟ إنه كعادته لا يزال نائماً. لأنهما قد حولا إلى حجارة، وهذا ما رأيته يحدث أمام عيني. ما الذي تتكلمين عنه؟ لا يمكن لهذا أن يحدث. مستحيل. بذرة الحقيقة، لما أسميتها بهذا الاسم الجميل يا أوبيس؟ هذه البذرة الحالية سحرها أقوى بعشر مرات من بذرة الأوبيس السابقة. بعدما تتجذر وبدلاً من استعادة ذاكرته ستحذف كل ذاكرته الحديثة. إذن هذه البذرة ستدفن الحقيقة في الظلام. ماذا ستفعل بشأن إيزابيل سيدي؟ سواء نجحت بمهمتها أم لا، لم يعد لوجودها فائدة، لذا سأضمها إلى الملك كي تخدمه إلى الأبد. كوبي، انتظر، توقف. كوبي، هذا المكان ممتاز للإطلاق. ما بك دينيس؟ أشعر بطاقة شريرة في الأجواء. جبل، تبدو لطيفة، هل تعرفونها؟ أريد أن أصادقها. إنها شريرة تريد خطف سينا. حقا؟ لهذا السبب يجب أن نمسكها.
هيا لانسيلوت. لا، ليست هي التي تصدر طاقة الشر. والآن سنكتشف الحقيقة الكاملة. دراكا، لنتحول مجددا. تحولوا الميجا لود. حسناً، جاءت الفرصة. لا تفعل. أصبته. يا دراكا، الظلام يسيطر عليك. ماذا يحدث؟ دراكا، دراكا! إنها هي. لا، مستحيل. ما الذي فعلته؟ ألا يفترض أن يخبرنا الآن عن الحقيقة؟